smile. It's very very good. Thank you. دلوقتي انا سالتهم عن اول مره هم هنا في مصر ولا لا، دي تالت مره اليوم هنا في مصر. بالنسبه للسليبريشن اللي احنا عاملينه بتاع 6 اكتوبر هو عاجبهم جدا، وبيقولوا المصريين كويسين، الانيميشن بتاع الفندق كويسين. بنحتفل بنصر اكتوبر في احد الفنادق في الغردقه، وطبعا بمشاركه السياح الموجودين عندنا هنا. عندنا سياح موجودين من جميع انحاء العالم، ولما عرفوا النهارده ان في احتفال ب 6 اكتوبر عرفناهم الاحتفال ده عباره عن ايه، وشاركوا معانا وبداوا يرسموا الاعلام على وشوشهم ودخلوا معانا في الاحتفالات واحتفلوا معانا بالنصر العظيم. طبعا بنتهني كل الشعب المصري النهارده ب 6 اكتوبر، واحنا متعودين على الاحتفال ده كل سنه بنحتفل ب 6 اكتوبر. عندنا سياح من جميع الجنسيات موجوده، وفي طبعا السياحه الداخليه المصريين حبايبنا برضو بنحتفل بيهم. معركه شهيره هنا اسمها معركه شدوان، كل الناس بالبحر الاحمر وكل مصر عارفين معركه شدوان ومدى استبسال الجيش المصري فيها. وبنشكر كل الناس اللي شاركت معانا في الحفله النهارده، نشكر كل المصريين ونبارك لهم على الاحتفاليه ديت، وان شاء الله من نصر لنصر وربنا ينصرنا ان شاء الله.